صباح مساء الخير يا دكاترة، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي علياء محمد. النهاردة هنسجل الفايل بتاع الكلينيكال باثولوجي بتاع الدايبيتس والشويه والليفر والكيني وكده. الفايل فيه ارقام كتير، بس احنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نسهله مع بعض على قد ما نقدر يعني. طيب، بيقول لك اول حاجه خالص الدايبيتس يعني ايه. حد عنده دايبيتس، دايبيتس معناها معنى ان يكون حد عنده دايبيتس يعني يعني ايه؟ يعني سكره في الدم عالي. طيب، هو سكر الدم عالي دوت نتيجه ايه؟ نتيجه ان اصلا الهرمون اللي هو مسؤول عن ان احنا نقص السكر اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه الانسولين، يبقى عندي فيه مشكله في الانسولين. طيب، المشكله بتاعت الانسولين ده يا اما ان هو مش بيتكون خالص، يا اما ان هو بيتكون والدنيا زي الفل، بس المشكله ان هو مش عارف يشتغل، ان الريسبتور مش عايزه تسمع كلامه. دي حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. فبالتالي اللي هو الانسولين بيقول لك نقص الانسولين اكشن نتيجه يا اما ديكريز الافيلابيليتي او ديكريز الافكتيفنس، ان هو ما بقاش اوريدي، ما بقاش موجود، مش بيتصنع، او موجود والدنيا زي الفل بس الخليه مش عايزه تسمع كلامه. من اسباب الدايبيتس يا اما ان هو يكون برايمري يا اما سكندري. برايمري انا مش عارفه له سبب واضح. طيب، البرايمري دوت يا اما برده زي ما قلنا يا اما في مشكله في البرودكشن بتاعت الانسولين، ده اللي هو تايب 1 دايبيتس، ده اللي هو بيحصل في سن صغير شويه. تمام، ده سببه ايه؟ سببه البنكرياس، حصل ديستركشن لعدد كبير جدا من الايل سيلز، اكتر من 90% من الايل سيل والبنكرياس، فمبقاش فيه انسولين. طيب، فبالتالي علاجه لما اجي اعالجه ما هو اوريدي ما عندوش انسولين، فانا لازم في علاجه اديله انسولين. طيب، التايب 2 ده بقى اللي هو بيحصل واحده سنها كبير. طيب، دي عندها ايه؟ ان الخلايا بتاعتها هي عندها كميه بتصنع انسولين، بس الفكره ان الخلايا مش عايزه تسمع كلامها على حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. فبالتالي لما باجي بعالجها ما بعالجهاش بس بانسولين، يعني بعالجها باورال هايبوجلايسيميك، بعالجها بالدايت، تظبط اللايف ستايل، في اخر حاجه بقى ممكن ادي انسولين. يعني في اخر حاجه ممكن لما المرض يتطور معاها يقعد معاها كتير، يعني تايب 2 يقعد معاها كتير، ممكن احتاج ان انا ادي انسولين. خلاص. طب يعني ايه سكندري؟ معناه ان في سبب واضح حد اشار عليه، اما بنكرياس اما اندوكراين اما اذرز. البنكرياس اعمل ديستراكشن للبنكرياس بتيومر بتروما بانفلاميشن بشيله. تمام، طيب يبقى ده كده اللي هي ايه؟ قال لك ان في حاجه اسمها اللي هي الهيموكروماتوزس. الهيموكروماتوزس ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيرصف حديد في البنكرياس فبيعمل ديستراكشن للخلايا بتاعه البنكرياس. طيب، الاندوكراين، الاندوكراين ده اللي هو ايه؟ اعداء اعداء الانسولين. مين اعداء الانسولين؟ 2 جي و2 سي و1 تي. ال2 جي اللي هم الجلوكاجون والجلوكوسترون، ال2 سي اللي هم الجلوكوكورتيكويدز اللي هم الكورتيزول يعني، والكاتيكولامينز. الواحده تي اللي هو ثايرويد، فزود كل واحده يعني، في كروموسايتوما زود كاتيكولامينز، الكوشنج بيزود الكورتيزول، الاكروميجالي بيزود جروس هرمون. الكونز سندروم ده بيبقى عنده ايه؟ اللي هو زياده الالدوستيرون. الكونز سندروم اللي هو زياده الالدوستيرون اللي بيعمل سولت ووتر ريتينشن. بيقول لك من ضمن الحاجات معاها سكر، انا مش فاهمه صراحه، مش عارفه ازاي ده يعني. السيروتوكسيكوز ثايرويد هرمون ماشي عشان اعداء الانسولين. طب اذرز، في مثلا حاجه زي ايه؟ تعمل لك حاله من زياده السكر، البريجنسي البلاسينتا بتطلع حاجه بتكسر الانسولين، وكمان بتخلي الانسولين بيبقى فيه صمد جرين من الانسولين ريزيستنس، عشان كده الواحده الحامل ممكن يحصل لها نوع من السكر اسمه جستيشنال دايبيتس. طيب، الدراج زي مثلا واحد بياخد جلوكوكورتيكويدز، عندي اللي هي الكونتراسيبتيفز زي الاستروجين برضو من الحاجات اللي هي اعداء الايه؟ اعداء الانسولين. والجلوكوكورتيكويد احنا قلنا الكورتيزول السي ديت من اعداء الايه؟ هي والكاتيكولامينز من اعداء الانسولين. طيب، اكوت اند كرونيك انفيكشن مفيش مشكله، اسيدوز، سلسله بويزنج، ودي كلها حاجات بتعمل ايه؟ هايبر جلايسيميا. طيب، ايه النورمال رينج بتاعنا؟ احنا عايزين نحفظ النورمال رينج، هنحفظ الاقرب رقم صحيح. يعني انا عندي لو فاستنج هنحفظه حوالين ال100، يبقى انا كده فاستنج اللي هو جلوكوز حوالين ال100، زود عليه 40 يبقى انت كده ايه؟ اللي هي البيك بتاع البلازما جلوكوز 140، زود عليه 80 يبقى 180 اللي هم الار بي سي جلوكوز، اللي هو اسمها سوري الار دي اللي هي الراندوم بلاد جلوكوز. طيب، فانت دلوقتي عندك اللي هو الفاستنج، يبقى الفاستنج 100 زودت عليه 40 يبقى 140، زودت عليه 40 كمان بقى 180. احنا كده حفظنا الارقام النورمال. طيب، عايزين نشوف الارقام الابنورمال. الارقام الابنورمال ان انا اقول الدايجنوز اللي هي الكرايتيريا بتاعه الانسولين، الدايجنوز الكرايتيريا بتاعه الدايبيتس، الارقام دي لازم تتحفظ. بصوا، لازم تحفظ صم ان الفاستنج بتاعتك هيكون 126، بس لازم ساعتها بتقيسه مرتين. يعني الفاستنج عشان اقول ان هو بايظ لازم اكون مقرره ان هو عالي في مناسبتين مختلفين. التو اور بوست بلاند يعني اللي بخليه ياكل وبعد الاكل بساعتين اشيل اقيس له السكر، المفروض ان هو ما يعلاش عن 200. الراندوم يعني ايه؟ الراندوم ده اللي هو واحد ماشي بالشارع اقيس له السكر، المفروض ان هو ما يعلاش عن 200 في اي وقت خالص، سكرنا ما يعلاش عن 200. طيب، ده كده اللي هي الارقام النورمال والارقام الابنورمال، حفظناهم نجيب الرينج ما بينهم. يبقى دي حاجه اسمها اللي هي الامبيرد جلوكوسترونس. يعني ايه امبيرد جلوكوسترونس؟ يعني هو شخص ارقامه اعلى من النورمال بس ستيل برضو لسه ما دخلتش الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعه الدايبيتس، وهو واقف في جري اريا كده ما بين النورمال وما بين اللي هو الايه، وما بين الدايبيتك. طب الشخص ده ايه؟ الشخص ده لازم بعمله تيست، حاجه اسمها اورال جلوكوسترونس تيست. يعني ايه؟ بحطه تحت نوع من الاسترس شويه، ان انا
اشوف بقى سكره الارقام بتاعته هتفضل برضو في الجري اريا كده ولا هتعلى بقى ويبدا ان هو دايجنوز ان هو دايبيتس. برضو لو هو في الجري اريا يبقى محتاج ان انا عيني تبقى عليه على طول عشان انا متوقعه ان ارقامه ممكن تعلى ويدخل منه في دايبيتس، فده هيبقى شخص محتاج مني ان فولو اب. طيب احنا حفظنا النورمال، يعني احنا حفظنا النورمال ولا نورمال، حفظنا ان هنا 100 وحفظنا ان هو 126 يبقى من 100 ل 126، حفظنا هنا مثلا ان هو من 140 وقلنا هنا لحد 200 يبقى من 140 ل 200. احنا حفظت النورمال وحفظت الابنورمال، جبت ما بينهم رينج سميتها الامبيرد جلوكوز تولرانس. طب يعني ايه الجلوكوز تولرانس كيرف؟ اقول الجلوكوز تولرانس كيرف بيقول عباره عن ايه؟ عباره عن واحد بجيبه بديله بقى بجيب وزنه جايبه لكل كيلو جرام من وزنه اديله 1 جرام من قصاد 1 جرام سكر مثلا في كوبايه عصير ولا حاجه، واشرب كوبايه العصير دي على خلال ايه؟ على خلال 10 دقائق. طيب هو هيقعد معايا في المعمل ساعتين، في الساعتين دول قبل ما اعمل يعني قبل ما اديله السكر هسحب منه عينه دم وعينه بول، وهيقعد معايا ساعتين. هسحب منه كل البلد، يعني هسحب منه عينه دم كل نص ساعه، يبقى انا كده هسحب في الساعتين قد ايه؟ 4 عينات دم، وهسحب منه عينه بول كل ساعه، يبقى انا هسحب منه كام؟ 2 عينات بول. طيب بتدور على ايه في الدم وبتدور على ايه في البول؟ هي الارقام اللي انت حافظها فوق، يعني انت الفاستنج بتاعتك هيكون اراوند ال 100، ان هي التو اور بوست برانديال يبقى 140، اللي هم البيك بتاعت اللي هي البلد جلوكوز ما يعلاش ابدا عن 180. يعني بيقول لك ال 180 ده 1.5 تو تايمز من الفاستنج ليفل، يعني تقريبا ال 180 نسبتها قد ايه من 100؟ يعني تقريبا مره ونص او مرتين قد ال 100. طيب الطبيعي ده كده في البلد، يعني الارقام اللي احنا حفظناها ده اللي هو في البلد ان هو 100 و140 و180 وما يعلاش خالص خالص عن ال 180. طيب افرض هو ما يعلاش، يعني ما يوصلش خالص لل 200، ما يوصلش الارقام من دايبيتس. طيب افرض هو ده كده بالنسبه للبلد. طب انت بتاخد عينه بلد، بتاخد عينه يورين، المفروض ان هو ايه في اليورين؟ المفروض اليورين بتاعنا الكدني ما بتنزلش جلوكوز خالص. ليه؟ لان اصلا الرينال شورد بتاعت الجلوكوز 180، فانت في الطبيعي انت على طول جلوكوزك طبيعي ان هو المفروض يبقى تحت ال 180، فطبيعي ان الكدني مش هتسرب. ليه؟ لان هو تحت الثريشولد. يعني ايه الثريشولد بتاع الكدني؟ يعني الرقم اللي لو عالي عن كده الكدني تبدا تنزله في البول، فانت خلاص ما بتعلاش عن الرقم ده الطبيعي بتاعك، فخلاص المفروض ما يبقاش فيه جلوكوز خالص في اليورين. طب ايه الانديكيشن؟ الانديكيشن بتاعتك يبقى الدايجنوزس مثلا اللي هو الامبيرد جلوكوز ترانس، شايفين ده الشخص اللي هو كان واقف في جري اريا، فكنت بعمله اللي هو التست دوت على اساس ان هو تفصيلي اكتر وابدا ادايجنوز عليه اكتر. طب الجستيشن دايبيتس، ماشي الجستيشن دايبيتس ده اللي هو سكر مع الحمل. ايفالويشن اوف البيشنت انكسبلين، اللي احنا عندنا اللي هو الدايبيتس بيعمل ايه؟ بيعمل حاجات، ثلاث حاجات اللي هم في المايكرو سيركيليشن، بيعمل نيفروباسي اند ريتينوباسي اند نيوروباسي. يعني ايه نيفروباسي؟ يعني الكدني تبدا ترسب ايه، تبدا تتجنن كده وتبدا تعدي بروتينات كتير. يعني المفروض اللي بتاعتنا ما تعديش اكتر من 150 ملغ بروتينات في اليوم، تلاقي هنا لا بتعدي لك اكتر من كده وبتبقى ترمي قلبه من في اليورين. يبقى بدا هنا الكدني بدا تبوظ، يبقى دي حاجه اسمها نيفروباسي. طب يعني ايه ريتينوباسي؟ ريتينوباسي يقول لك بدات ان انا ايه، احس ان نظري بيضعف، في زغلله، في الحاجات دي. تيجي تعمل له فاندس اكزامينشن تلاقي اللي هي التشينجز اللي احنا خدناها في الرمض، سوري انت لسه تقضي، اللي هي ايه اللي هي، يبقى عنده ريتينوباسي، يعني عنده الشرايين بتاعه عينيه بتبقى ايه، بتبقى مضغوط عليها وبيبقى في عنده اكسودات. المهم يعني الفندس اكزامينشن بتاعه في مشكله، يبقى دي كده اسمها ريتينوباسي، ريتينا جايه من الريتينا يعني من الشبكيه. طيب في حاجه اسمها نيفروباسي، قصدي نيوروباسي. النيوروباسي يعني ايه؟ عنده بريفرال نيوروباسي، يعني ايه؟ ايديه واطرافه شبه اكنه لابس جلوفز كده ولابس شراب، يقول لك انا حاسس بشكشكه، بتنميل، احساسي فيهم مش مظبوط قوي، يبقى دي كده اسمها بريفرال نيوروباسي. لو واحد عنده ثلاث حاجات دول وانا مش لاقيه له سبب، يعني انا مثلا المفروض البريفرال نيوروباسي مثلا فيتامين بي 12، الفيتامين بي 12 هو اللي بيبقى مين للحاجه الاساسيه. طيب انا مثلا دورت عليه وما لقيتش ان هو عنده مشكله في الموضوع ده، لا خلاص يبقى ادور على ايه، ممكن يكون السكر، ممكن يكون عنده سكر وهو مش عارف، هو السكر بتاعه هو اللي عامل المشاكل دي. تمام. فبيقول لك ايه؟ فبيقول لك اللي هي النيفروباسي جزء راندوم جلوكوز لسه 140، يعني بص هو لسه، يعني هو راندوم بتاعه كان قليل بس هو عنده مشاكل، فاعمل له بقى النوع من التست ده كنوع من التست التفصيلي. يعني هو التست دوت بيبقى ايه، بتخلي العين تحت ستريس شويه وبتبدا ان انت تطول معاك، يعني بتقعد ساعتين وبتسحب منه 4 عينات دم، والعينه اللي هي الكنترول اللي هي الفاستنج قبل ما تعمل اي حاجه، فتقريبا عندك 5 عينات دم، فبتقدر تلقط لو في حصل اي تشينج في اي وقت. طيب المونيتورنج بتاعتي اللي هي تريتمنت اوف دايبيتس، انا دلوقتي خلاص شخص ودايجنوز ان هو عنده دايبيتس، عايزه بقى ايه، عايزه وديته العلاج سواء كان انسولين مثلا او سواء كان هيغير اللايف ستايل او اورال هايبوجلايسيميك دراج. انا بقى عايزه اكونترول، بقى عايزه اشوف هل الجلوكوز في الدم بيعلى ولا ما بيعلاش، انا مسيطره عليه ولا مش مسيطره عليه. بنعمل حاجتين، حاجه اسمها جلايكيتد هيموجلوبين والفركتوز امين. ايه الجلايكيتد هيموجلوبين؟ احنا عندنا الهيموجلوبين بتاعنا، الهيموجلوبين اللي ماشي جوه الار بي سيز، في 3 انواع من الهيموجلوبين، في حاجه اسمها هيموجلوبين A وفي عندي هيموجلوبين A2 وعندي هيموجلوبين F.
الهيموجلوبين اف ده من اسمه بتاع الفيتس، ده بيبقى نسبه قليله قوي، فبالتالي هو يبقى في الفيتس هو الاساس، يعني في الفيتس هو الهيموجلوبين بتاعه مين اللي هيبقى هيموجلوبين اف، بس احنا كبار بقى خلاص ما بيناش فيتس، يبقى الهيموجلوبين اف بتاعنا هيبقى حاجه تريس يعني ممكن 0.5% ولا حاجه. طيب فالاساس عندي هما حاجتين اللي هما الهيموجلوبين ايه والهيموجلوبين اي 2، ونسبتهم قد ايه دول؟ الهيموجلوبين ايه بيبقى تقريبا 97% والهيموجلوبين اي 2 ده بيبقى نسبته تقريبا 2.5%. طيب عشان يكملوا كده 100% ما في انا عندي نص اف. طيب يبقى الاساس عندي ايه؟ يبقى الاساس عندي هيموجلوبين ايه. طب انت ليه بتحكي لنا الحدوته دي؟ يعني انت غاوية وجع دماغ؟ لا مش غاوية وجع دماغ، انا عايزه اقول لك ان الهيموجلوبين ايه دوت بيبقى فيه مواقع ارتباط. الهيموجلوبين الجلايكيتد هيموجلوبين ده اسمها ايه؟ اسمها اللي احنا اكيد سمعتوها قبل كده اللي هي حاجه اسمها هيموجلوبين اي 1 سي. طب هيموجلوبين ايه احنا فهمنا ان هو بيتعامل مع الهيموجلوبين ايه، اساس ان الهيموجلوبين ايه هو معظم الهيموجلوبين اللي ماشي في دمنا. طب يعني ايه 1 سي؟ يعني الكربونه الاولانيه فيه مربوطه عليها جلوكوز، يبقى دي يعني ايه اسم هيموجلوبين اي 1 سي. طيب برضو يعني احنا بنقيس الهيموجلوبين اي 1 سي ده ازاي؟ يعني الهيموجلوبين اي 1 سي دوت له نسبه من الهيموجلوبين، يعني هو الهيموجلوبين المسكر اللي هو الهيموجلوبين اللي مربوط مع جلوكوز دوت بيبقى نسبته تقريبا 8% من الهيموجلوبين بتاعنا، المفروض ما يعلاش عن النسبه ديت. طب هو ليه المفروض ما يعلاش عن النسبه ديت؟ عشان احنا الجلوكوز عندنا الى حد ما بيبقى كنترول وبيبقى ارقامه مش عاليه قوي، يعني هو تقريبا معظم الوقت تحت 180، فبالتالي ما بيبقاش عالي قوي في الدم فما بيرتبطش مع هيموجلوبين كتير. طيب تعالوا نشوف واحد عنده سكر وانا مش مسيطره عليه، فبالتالي الجلوكوز معظم الوقت اعلى من 200. طيب تلاقي الهيموجلوبين الجلوكوز بقى كتير فيرتبط على هيموجلوبين اكتر، فيبقى نسبه الهيموجلوبين اي 1 سي تزيد قوي. يبقى احنا كده فهمنا ايه الفكره بتاعته. طيب هو انت ليه بتقولي ان هو بيتابع معاك بلاد كنترول في البريفيوس مثلا ايه 3 شهور؟ احنا هنقولها هنا 3 شهور. ليه قلت لنا 3 شهور؟ مش احنا عارفين ان الار بي سي بتتكسر تقريبا كل 3 شهور، فعشان كده الهيموجلوبين بيفضل ايه الهيموجلوبين دوت لو هي مثلا في جلوكوز النهارده ارتبطت هتقعد ايه هتقعد مرتبطه بالهيموجلوبين، هتقعد مرتبطه بالهيموجلوبين ده 3 شهور. فبالتالي انا لو جيت اقيسها ولقطتها ان هو عنده الهيموجلوبين ان في الهيموجلوبين بتاعه ده مربوط بجلوكوز، يبقى انا كده عملت كنترول اداني نظره عن الثلاث شهور اللي فاتوا. طيب في حاجه اسمها الفركتوزا مينيه، نفس الفكره برضو، هي بروتين مربوط بسكر اتيوز مونيتور، بس ايه الفرق ما بين الفركتوزا مين والجلايكيتد هيموجلوبين؟ ان الفركتوزا مين هو كلمه واحده، شايفين الجلايكيتد هيموجلوبين كلمتين، الفركتوزا مين كلمه واحده، عشان كده هو بيديني برضو وجهه نظر او بيديني برضو انطباع عن الكنترول بتاعه الجلوكوز بس على وقت اقصر شويه. يعني لو هو ده مثلا بياخد 3 شهور ده هياخد بس 3 اسابيع، يبقى انا مش هنلخبط بينهم، زي كلمه كبيره هتاخد الفتره الاطول اللي هو 3 شهور وكلمه صغيره هتاخد الفتره الاقل اللي هي 3 اسابيع. طب اليورين اناليسز بتاعه الدايبيتس انا بدور على ايه؟ لو واحد عنده سكر وعنده يورين وانا بعمله عينه يورين انا بدور على ايه؟ بدور على جلوكوز، المفروض ان هي ما تعديش تحت الايه ما دام انا تحت ال180 اللي هو رينال ثريشولد، وانس ان هي عدت يبقى خلاص يبقى عدى ثريشولد اللي هو 180. طيب الكيتون بودز لو واحد عنده كيتون اسيدوزس، الكيتو اسيدوزس دايبيتيك كيتو اسيدوزس يعني ايه؟ يعني ده واحد عنده جلوكوز عالي جدا بس ما عندوش انسولين عشان يستخدم الجلوكوز، فالجسم اكنه ما عندوش جلوكوز، يعني ما دام انت ما عندكش انسولين يبقى انا اكني ما عنديش جلوكوز، فاقوم جاي عامله ايه؟ فقوم جاي حرقه فات عشان اطلع منها طاقه، ما انا عايزه اعيش انا عايزه طاقه. طيب انا لما احرق فات يطلع ايه؟ يطلع حاجات اللي هي كيتون بودز اللي هي الاسيتون، تديك فاكر يقول لك ايه؟ يقول لك الكيتون يقول لك ريحه بقه زي الاسيتون، فالكيتون بودز دي بتبقى معاليه في الدم وبتنزل في الرنين، يبقى دي حاجه اسمها كيتونوريا. تمام. طيب البومينوريا احنا قلنا فاكرين بقى لما قلنا من الاول خالص ان هو النيفروباسي ان الكليه بتبدا انها ترسب بروتينات تعدي بروتينات زي الالبومين، يبقى دي دايبيتك نيفروباسي، يبقى انديكيتور ان في دايبيتك نيفروباسي. طيب الجستيشنال دايبيتس يعني واحده حامل وعندها سكر بيجي لها من قد ايه؟ من بعد الخامس تقريبا. طيب هو ليه الحامل بيجي لها سكر؟ عشان البلاسنتا بتطلع حاجات بتكسر الانسولين وبتخلي في انسولين ريزيستنس على الخليه للانسولين. حلو جدا. طيب فبيقول لك ايه؟ فبيقول لك الجستيشنال دايبيتس سواء كانت واحده ارقامها هي اوريدي دايبيتك او واحده واقفه في الجري اريا ما بين النورمال والدايبيتك، يعني ايه ابنورمال جلوكوز تولرانس؟ ابنورمال جلوكوز تولرانس يعني لسه ارقامها ما جاتش دايبيتك. يعني انا دلوقتي عندي مش هنتلخبط، احنا دلوقتي عندي الست الحامل مثلا هي هنقول مثلا الفاستنج بتاعها ال 95 اوكي، بدايجنوز السكر مثلا على 105، فلو هي دلوقتي واحده ما بين ال 95 و 105 يبقى هي اعلى من النورمال بس ستيل لسه اقل من 105، فدي كده حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها امبيرد جلوكوز تولرانس. طيب بعدها افرض هي اعلى من رقم بتاع التشخيص بتاع السكر، يبقى ده كده السكر، يبقى ده الفرق بين الكلمتين بس. المهم ان هو ايه؟ ان هو سكر بيجي مع الحمل. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ بعد كده بيقول لك الدايجنوز بتشخص ازاي؟ بتشخص ان عشان اقول ان واحده عندها سكر بقوم جايه واخد لها عينه دم واقوم جايه شايفه اللي هي سكر في الدم بتاعها. الفاستنج يبقى كام؟ ده النورمال، دي الارقام اللي هو دي النورمال، الفاستنج بتاع 95، ال1 اور بيبقى 180، ال2 اور 155، مفيش مشكله. هنلاحظ بس ان هو بصوا ست الحامل، ست الحامل خدوا الكلمه دي يعني ايه الجمله دي؟ يعني بصوا
الست الحامل بيبقى اثناء الفاستنج بتاعها هي بيبقى عندها سم ديجري من الهايبوجلايسيميا. ليه؟ عشان هي الامومه في ابهى صورها، الام بتدي الجلوكوز بتاعها للبيبي، بتفضل البيبي على نفسها، فهي بتدي الاكل الغالي الفاكهه بتاعتنا الجلوكوز بتاعنا بتديه للبيبي، وهي بتبدا ممكن تحرق فات وممكن تحرق بروتين. طيب وبعد ما تاكل، افرض هي بعد ما تاكل، هي عندها بلاسنتا بتطلع ايه؟ بتطلع حاجه بتكسر الانسولين وعندها انسولين ريزيستنس، فتلاقي ان هي بعد ما تاكل عندها هايبر جلاسيميا، وهي صايمه عندها هايبر جلاسيميا وبعد ما تاكل عندها هايبر جلاسيميا، فهي تعبانه في الحالتين. يعني ده ايه؟ ده الست الحامل. طب يعني ايه هايبر جلاسيميا؟ يعني فينس بلود جلوكوز اقل من 40. خلاص احنا كده خلصنا الدايبيتس. نشوف اللي هي الليفر فانكشن. الليفر عشان نبصمجه، عايزين نبصمج الحاجه اللي قدامنا دي. الليفر بيخرج حاجتين وبيصنع حاجتين، وله وظيفه ديتوكس. طيب بيخرج ايه؟ بيخرج الاكسكريتور فانكشن، بيخرج الزباله بتاع الجسم منه، وبيخرج انزيمز، بيطلع انزيمز. طيب بيصنع حاجتين، بيصنع بروتينات، ويفكرني البروتين يبقى له دور ميتابوليك، وبيصنع حاجات كوجنيشن فاكتور يبقى له وظيفه في الهيومن ستاتيك، ولو ديتوكس. تعالي نتكلم بعد كده عن الاكسكريتوري، الزباله. الزباله مين اكتر زباله الليفر بتاعنا بيخرجنا بيخلصنا منها؟ البيليروبين. البيليروبين دي عباره عن ايه؟ البيليروبين دي هي زباله الار بي سيز. يعني ايه بيليروبين؟ يعني البيليروبين ده هي زباله الار بي سيز. يعني ايه برضو زباله الار بي سيز؟ احنا عندنا الار بي سيز بيبقى جواه هيموجلوبين. طيب الهيموجلوبين ده مكون من جزئين، مكون من حاجه اسمها هيم وبيكون من حاجه اسمها جلوبين. الجلوبين ده بروتين، انا دلوقتي كسرته يبقى البروتين هيكسر الامينو اسيد وهعيد استخدام الامينو اسيد. اجي على الهيم، الهيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن حديد جوه حلقه، الحلقه دي تقريبا كان اسمها بروتوبورفرين. الحلقه دي يعني فاكرين ان هو الشكل ده كده، وكنا بنحط فيه ذرات حديد. طيب الحديد ده انا المولكيول بتاعه الحديد هاخدها وهستخدمها تاني والدنيا زي الفل. يبقى المشكله في الحلقه، هي الحلقه ده هي اسمها بيليروبين، هي الحلقه المنيله اسمها بيليروبين. طيب حلو، البيليروبين دلوقتي انا كونته. البيليروبين المفروض ان هو هيعمل ايه؟ هو دلوقتي في الدم هيلاقي نفسه كده يتشال على مين؟ يتشال على البومين، يقوم واخد الالبومين واخده ويقوم رايح لمين؟ رايح للليفر. يقول له يخبط على باب الليفر، افتح لنا انا جايب لك ايه الالبومين. يقول له انا جايب لك بيليروبين. فالليفر يفتح بابه ويقوم جاي واخد مين؟ ويقوم جاي واخد البيليروبين من الالبومين. طيب بعد ما ياخد البيليروبين من الالبومين يقوم جاي يربطه على مين؟ يقول له روح انت خلاص بقى الالبومين، يروح يكمل طريقه وياخد البيليروبين يربطه على جلوكرونيك اسيد بحاجه اسمها جلوكرونيك ترانسفيريز انزيم. طيب بعد ما يربطه على الجلوكرونيك اسيد يقوم جاي رميه فين؟ يرميه في بقى في المصارف بتاعتنا اللي هي في البايل، يقوم جاي رميه في البايل. يبقى معنى كده ان هو البيليروبين في عندي حاجتين، في بيليروبين مربوط على جلوكيرونيك اسيد اللي هو بعد ما عدى من الليفر اتربط على جلوكيرونيك اسيد، وفي بيليروبين كان متحمل على البومين ما كانش مربوط على جلوكيرونيك اسيد اللي هو قبل الليفر. البيليروبين اللي مش متحمل على جلوكيرونيك اسيد اللي هو متحمل على البومين اللي هو قبل الليفر دوت بسميه ان دايركت، اما البيليروبين اللي متحمل على جلوكيرونيك اسيد ده اسمه دايركت. انت بتحكي الحدوته الكبيره دي ليه؟ بحكي الحدوته الكبيره عشان اقول لك ان البيليروبين هي كلمه واحده، هي تبقى هي نسبته قد ايه؟ 1 ملي جرام. ال1 ملي جرام في نوعين من البيليروبين، دايركت واندايركت زي ما فهمتك. طيب دلوقتي انا متوقعه لو انا جايه اقيس حاجه في الدم، الدم ده اللي هو مكان تكسير الهيموجلوبين، متوقعه ان انا الاقي انهي نوع من البيليروبين عالي في الدم اللي هو قبل الليفر، يعني اللي هو مين؟ اللي هو برده اللي هو مربوط على الالبومين اللي هو مش مربوط على الجلوكرونيك اسيد. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه اندايركت. يبقى متوقع ان اندايركت تاخد النسبه الاعلى. يعني لو هي مثلا انا عندي البيليروبين كلها واحد، متوقع ان الاندايركت تاخد 7/10، ومتوقع الدايركت مثلا تاخد 3/10. ليه التقسيمه ديت؟ عشان هي الدم المكان الطبيعي بتاعه اللي المكان الحاجه اللي المفروض تبقى موجوده فيه اللي هو الحاجه اللي قبل الليفر. مش الطبيعي خالص ان الحاجه اللي بعد الليفر هي اللي تبقى اعلى، يعني مش طبيعي انها تبقى اعلى، لانها لو مثلا لقيت البيليروبين اللي موجود في الدم النوع بتاع الجلوكرونيك اسيد هو اللي عالي، يبقى معنى كده ايه بالعقل؟ ان الطريق بتاعه فيه اوبستراكشن، فقام جاي رادد على الدم. يا رب تكونوا فهمتوها. طيب في حاجه اسمها البروموسلفا ثلاثين. البروموسلفا ثلاثين تيست دي عباره عن ايه؟ عباره عن صبغه بتصبغ الـ لو في بيليروبين مترسب جوه الهيباتوسايت. يعني المفروض الهيباتوسايت لما بتربط الجلوكرونيك اسيد على البيليروبين تقوم جايه رميها في الايه؟ تقوم جايه رميها في البايل كانالكيولاي. يعني كل واحده كده ترميها ايه؟ ترميها في الشارع، ترمي الزباله بتاعتها في الشارع كده اللي هي بايل كانالكيولاي، نجمعها نعمل بايل دكت. طيب في واحد في هي اسمها دوبين جونسون اند روتر سندروم. دول بيبقوا عباره عن ايه؟ دول بيبقوا عباره عن سندروم مشكلتهم يا اما الهيباتوسايت مش عارفه تربطها على الجلوكرونيك اسيد، يا اما مش عارفه ترميها في الشارع، مش عارفه ترميها للبايل كانالكيولاي، فتفضل مترسبه في الهيباتوسايت. فانا اجي اصبغ الخلايا بتاعه الهيباتوسايت عشان اشوف لو هي البيليروبين لسه قاعده جوه الهيباتوسايت، يبقى انت عندك مشكله في الاكسكريشن. البتاع دي اسمها ايه؟ بروموسلفا 30 تيست. طيب احنا كنا قلنا بيخرج اول حاجه، بيخرج. طيب بيخرج حاجه ثانيه، بيخرج مين؟ بيخرج انزيمز.
الانزيمز بتاعت الليفر في عيلتين كبار، في عيله اللي هي الاي ال تي والاي اس تي اللي هو الاسجوت والاسجبت، وفي عيله الكالاين فوسفاتيز واخواتها. يبقى انا كده عرفت اللي هي التقسيمه العامه بتاعت الانزيمز، هم في اتنين كبار. تعالوا نتكلم الاول على اللي هو الاي ال تي والاي اس تي اللي هو الاسجوت والاسجبت. الاي ال تي شايفين اللي هي الليفر، الاي ال دي مخليها سبيسيفيك للليفر، ال ليفر يبقى سبيسيفيك للليفر. الاي اس تي لا اذر سايت زان الليفر، يبقى بتعلى في الهارت، بتعلى في الانتستين، بتعلى في حالات المسلز. تمام. طيب بعد كده بتعلى في حالات البرين، سوري ما فيش انتست، بتعلى في حالات الهارت والمسلز والكيدني والبرين، ما فيش مشكله. طيب هي النورمال فاليو بتاعنا كام؟ 40. طب هو ايه الحاجه اللي تخليها تعلى قوي؟ والله بيقول لك ايه، والله الانزيمز بتاعت الليفر دي ممكن تعلى تبقى في السماء، يعني اضربها في ميات، وممكن تعلى تبقى مودريت اليفيشن، اضربها مثلا في 10 ولا حاجه، في تحت الميات. يعني ايه اللي يخلي الانزيمز تبقى في السماء موت كده؟ ان في حاجه اكيوت انفلاميشن في الليفر، في توكسيستي في الليفر، في حاجه اكيوت شغاله في الليفر عماله تعمل دامج للهيباتوسايت جامد جدا، فكل كل الانزيمز الموجوده جوه الهيباتوسايت خرجت للسيركيليشن فبقت عاليه موت. يبقى معنى ان انا الاقي اللي هي الانزيمز دي بتاع الليفل بتاعها عالي جدا، يبقى دي حاجه اكيوت. طيب معنى ان الانزيمز، الاقي الانزيمز بس عاليه بس مش قوي، يبقى في حاجه ايه؟ يبقى في حاجه عماله تكسر في الليفر. صحيح، ما هو الانزيمز عاليه، في حاجه بتكسر في الليفر بس مش بالسيفيريتي بتاعه الاكيوت. يبقى انا عندي حاجه كرونيك، يعني مثلا عندي سيروزس، مثلا عندي انتر هيباتيك، مثلا كوليستيزس، في عندي مثلا كرونيك هيباتايتس. انتر هيباتيك كوليستيزس دي يعني ايه؟ يعني البايل مرصبه، مترصبه جوه في اوبستراكشن، اوبستراكتور جونز، فالبايل مرصبه جوه البايل كانانيكولاي، وبالتالي مؤثره شويه على الهيباتوسايت، فبتخلي الايه، بتخليها بتفرقع. صحيح، بس مش بالسيفيريتي بتاعه الاكيوت. طيب ان شاء الله احنا فهمناها كده. طيب الانزيم اللي ده الجروب الاولاني اللي هو الاي ال تي والاي اس تي، ده خاص بالهيباتوسايت. طيب في حاجه تانية بتبقى حاجه اسمها خاصه بالبايل داكت، يعني بتعلى لما يكون في مشاكل في البايل داكت، اللي هي من الاي ال بي اللي هو الالكالين فوسفاتيز واخواته. طيب الالكالين فوسفاتيز هم ثلاث كلمات، ثلاث حروف، ثلاث هرمون، ثلاث حروف، يبقى يفكرني على طول بالرقم بتاعه اللي هو 3 ل 13. الوحده بتاعته حاجه اسمها كينج ارمسترونج يونت، طيب اللي هي الكي اس دي. طيب ايه الاسباب اللي تخلي الالكالين فوسفاتيز عاليه؟ بيقول لك الاكيوت هيباتيتس والكرونيك هيباتيتس والليفر سيروزس والكوليستيزس. بصوا احنا درسناها، يعني الدكتور شوقي كان بيقولها لنا ازاي، احنا الالكالين فوسفاتيز بيعلى مين في حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ بيعلى في حالات انفلتريتيف ليفر ديزيز، يعني مثلا حاله زي مثلا كانسر، مثلا حاجه عامله انفلتريشن اوف ذا ليفر، او يعلى في حالات الاوبستراكتيف جونس. الحالات الاوبستراكتيف جونس اللي هي حالات الكوليستيزس، يبقى كده الالكالين فوسفاتيز عالي جدا. ده اول حاجه عايز اعرفها عن الالكالين فوسفاتيز، ايه الحاجتين الكبار، العنوانين الكبار، المرضين الكبار في الليفر اللي يعلوني الالكالين فوسفاتيز. تاني حاجه عايز اعرفها عن الالكالين فوسفاتيز، شايفين حرف ال ليفر، حلو، بس البي يبقى في حاجات تانية، اللي هي حاجات تانية بحرف البي تعلى فيها. يعني مثلا هلاقي ان هو بيعلى في البلاسنتا، الاقي ان هو في اخر الحمل في البريجننسي البلاسنتا طالعه، يعلى في حالات البون، يعلى في حالات في الانتستين. يبقى انا عندي الالكالين فوسفاتيز معنى ان هو يبقى عالي، ما جريش اقول ان في مشاكل في الليفر، لا، ممكن يبقى في، ممكن يبقى المشاكل دي مش بس الليفر، ممكن يبقى عندي مشاكل في البون، ممكن يكون عندي، ممكن يكون يعلى في الحمل، وممكن يعلى في الايه، في الحاجه لو انا عندي مشاكل في الانتست. تمام. طيب يبقى دي تاني نقطه عايز اعرفها عن الالكالين فوسفاتيز. طيب تالت نقطه عايز اعرفها عن الالكالين فوسفاتيز، ان هو له اخوات صغيرين. له اخوات صغيرين اللي هم اسمهم ايه؟ اسمهم 5 نيوكليوتيدز، واسمها جاما جلوتامين ترانسفيريز. ايه اللي اخواته صغيرين دول؟ اخواته الصغيرين مع ان هم اصغر منه، بس هم بيبقوا سبيسيفيك للليفر عنه. يعني الخمسه نيوكليوتيدز بيبقى مور سبيسيفيك للليفر عن الالكالين فوسفاتيز، الجاما جلوتاميل مور سبيسيفيك للليفر عن عنهم هم الاثنين كمان. يعني هو طيب ليه انت طلعتي له ليه اخواته الصغيرين؟ يعني انا استفدت ايه من اخواته الصغيرين؟ ما انا لو لقيت الالكالين فوسفاتيز هقول ليفر ديزيز وخلاص. اقول لك لا، كون الالكالين فوسفاتيز بيعلى في حالات تانية غير الليفر، كان لازم نلاقي معايا حاجات تانية نقيسها مع الالكالين فوسفاتيز. لو بقت عالية تقول لي ان ده ليفر، احلف ان ده ليفر ديسيز، احلف ان ده عنده اوبستراكتيف جونس. ايه الحاجات اللي احلف عليها؟ هم اخواته الصغيرين دول اللي هم الخمسة نيوكليوتيدز والجاما جلوتامين ترانسفيريز. احنا مش فاهمينك، فهمينا اكتر وادينا مثال. واحد جالي لقيت عنده الالكالين فوسفاتيز عالي في السماء، طيب احلف على طول ان هو ليفر؟ لا، استنى شويه، اعمل ايه؟ اعمل له اللي هو اخواته دول. لقيت اخواته عاليين يبقى عندي مشاكل في الليفر، لقيت اخواته مش عاليين لا، يبقى ادور على الحاجات التانية بتاعه الالكالين فوسفاتيز، ادور على حاجه في البون، ادور على حاجه في الانتست. كده كلام واضح. طيب تعالوا بقى نتكلم على اللي احنا قلنا ان كده بيخرج. طيب بيصنع ايه؟ بيصنع، هو له دور في البروتينات وله دور في الايه، له دور بيصنع بروتينات وبيصنع كوجليشن فاكتور. بدور البروتينات ايه دوره في البروتين؟ يفكرني بدور اللي هو اسمه ميتابوليك. ومعنى ان انا اقول لك حاجه ميتابوليك، البايو بقى وجمال البايو، الميتابوليك يبقى تلات حاجات ماشيين ورا بعض، ان هم ايه؟ بروتين وكربوهيدرات وفات. البروتين الارقام بتاعته دي سهله جدا، اوعى تتخض منها. احنا عندنا التوتال بروتينات من 6 ل 8، احفظها على 8. حلو قوي، حلو. جيب ال 8 دول، خد منهم 5 البومين، هيفضل لك قد ايه؟ 3.
خد 2.5 حطه جلوبيولينز، وخد نص كده اكتب حبشتكنات اخرى. يبقى انا كده حفظت الارقام دي. التوتال البروتينات بتاعتنا كلها 6 ل 8، هناخد الثمانية. الثمانية دول هناخد منهم تقريبا 5 اللي هو البومين، هناخد منهم تقريبا 2.5 اللي هم جلوبيولينز، هناخد منهم نص حاجة تانية. تعالوا نقرا كده ونشوف هو هيقول لك ايه. التوتال بروتينات 6 ل 8، الالبومين 3.6، يعني تقريبا من 3.5 ل 5.5 اللي هي متوسط 5، الجلوبيولين من 1.5 ل 2.5، الفايبرينوجين ده اللي هو من ضمن الحبشتكنات التانية، مش هياخد النص كله يعني، ما هو مش افتراء يعني، مش هياخد النص كله، يبقى 2.10 3.10. يبقى احنا كده ايه، حطينا سكيما عامه. طيب الالبومين، الالبومين بيعيش قد ايه؟ احفظ اقرب رقم صحيح، ولو بيعيش شهر، هو كاتب لك 26 يوم، احفظ اقرب رقم صحيح. الاقرب يعني سهل الارقام على نفسك، هو شهر. طيب الالبومين بيتصنع منين؟ بيتصنع بالليفر. يبقى لو انا عندي فيه مشاكل في الليفر، يبقى لو الهبات وصايد قدرتها على التصنيع قلت، يبقى معنى كده ان الالبومين هيقل. طيب بيقول لك ان هو ما بيقلش في حالات الاكيوت، يعني لو واحد مثلا عنده فايرال ايه هيباتايتس مثلا، ان هو كان سندوتش كبده من الشارع وبعدها جاله شويه صفره ووجع ابر رايت هايبوكوندريال بين ونوزيا وعنده فومتنج دور نازله معويه وعنده هيباتايتس، ماشي، هيباتايتس ايه، لقيت الانزيمز بتاعته في السماء وهكذا، يعني المهم ان عنده هيباتايتس ايه. توقعنا ان لو جيت اقيس له الالبومين يبقى عالي ولا قليل؟ يبقى نورمال، يعني هو النورمال ما تاثرش. طيب لو واحد مثلا عنده، لا واحد عنده لا قدر ربنا يحفظنا هيباتايتس مثلا وعنده سيروسس، عنده تلف كبد، وقمت جاي عامله له الالبومين، متوقع انه يكون قليل ولا عالي ولا نورمال؟ متوقع انه يكون قليل. طب اشمعنى؟ اشمعنى دي يعني ترجع للهاف لايف بتاعه الالبومين. انت عندك الهاف لايف بتاعه الالبومين اب تو شهر، احنا عندنا المرض الاكيوت، المرض الاكيوت مثلا بيقعد معايا ايه، هيقعد معايا اسبوعين، هيقعد معايا 3 اسابيع، مش هيقعد معايا شهر، فبالتالي مش هيحصل جاب في الالبومين. لا مش فاهمينك، انت قولي لنا حاجه تفهمها لنا اكتر. ماشي، احنا عندنا انا دلوقتي مثلا كليفر صنعت 3 البومين وقمت جاي رميهم في السيركيليشن، بعد ما انا رميت ال3 البومين جالي هيباتايتس ايه، او جالي اي حاجه اكيوت، تمام. طيب فانا قدرتي على الهيباتوسايت اكيد هتقف، يعني انا مش هصنع الالبومين. طيب بس اوريدي اللي موجود عندي، يعني انا اوريدي الثلاثه اللي انا رميتهم دول هيقعدوا معايا في السيركيليشن قد ايه؟ هيقعدوا معايا في السيركيليشن شهر. الشهر ده هكون خفيت فيه، فهكون كونت البومين تاني يعوض، يعني بيبقى موجود معاهم، فاكني ايه، فاكني الجاب اللي حصل دي انت ما لقطتهاش. ليه؟ اصل الثلاثه اللي انا رميتهم في السيركيليشن غطوني على ما خفيت. طيب انا دلوقتي كان برضو هيباتوسايت وجالي سيروزس، وانا رميه الثلاثه اللي موجوده في السيركيليشن، انا عقبال ما اخف من المرض الكرونيك هخف منه مش هخف منه؟ فالثلاثه دول هيجي عليهم شهر وخلاص، هيروحوا. يجي يقولوا لي ايه بعد ما يمشوا بقى، يجي يقولوا لي يا ماما احنا خلاص يعني مشينا، كوني جديد بقى كهيباتوسايت، كوني جديد، ما كونش جديد لان انا عندي كرونيك لسه المرض موجود عندي، فساعتها يظهر الجاب. يا رب تكونوا فهمتوه. طيب بيقول لك الكربوهيدرات، الكربوهيدرات سهله قوي، يعني احنا عندنا اصلا ان احنا لما بناكل جلوكوز زياده لما مثلا ايه بنبقى واكلين متغدين ونحلي، وبعد ما نحلي بناكل تاني، وبعد ما بناكل تاني بناكل البسكوته مثلا، يعني بقى الاكل الكتير ده كله، ما اكيد الجسم مش يعني ايه مش هياخد كل الجلوكوز ده، فالجلوكوز الزياده هتروح لمين؟ هتروح للجلايكوجين، يتخزن جلايكوجين في الليفر. طب هو ليه الليفر بيخزن جلايكوجين؟ عشان عارف ان انت هتيجي في يوم يبقى فاستنج، فيقوم ياخد المخزون بتاع الجلايكوجين، مديك جلوكوز مكسره، مديك جلوكوز ويقول لك ايه ابسط نفسك يا عم بالجلوكوز قبل ما ايه قبل ما تاكل. يبقى ده حاجه اسمها جلايكوجينولايسيس، انا بكسر الجلايكوجين اللي عندي. طيب افرضي انا كنت جعانه جدا، يعني كان ما عنديش اكل والفاستنج وكملت اكتر من يوم صايمه وخلصت مخزون الجلايكوجين عادي، يبدا يعمل ايه الجسم؟ يستسلم الليفر؟ يستسلم؟ ما يستسلمش ابدا، يقوم جاي قايل لك بص انا هظبطك يا باشا بالفات والبروتين اللي عندك واكون لك منهم جلوكوز عشان انت حبيبي. الحاجه دي اسمها ايه؟ جلوكونيوجينيسيس. يعني ايه جلوكونيوجينيسيس؟ يعني انا هكون لك جلوكوز من نون كربوهيدرات سورس، هجيب لك جلوكوز من حاجه غير الجلايكوجين قبل ما تاخد، عقبال ما ربنا يفتحها ايه ويرزقها انا وتاخد الجلوكوز. فبالتالي لو واحد عنده مشاكل في الليفر يبقى اوريدي هيبقى عنده هايبوجلايسيميا. انا مش مستغربه، يعني مش مستغربه خالص. ليه؟ لان هو واحد عنده ليفر ديزيز يبقى انا عنده جلايكوجين ولا عنده جلوكونيوجينيسيس. طيب هل كل واحد عنده هايبوجلايسيميا يبقى عنده مشاكل في الليفر؟ يعني انا عندي هايبوجلايسيميا دي لها بلاوي هايبوجلايسيميا، يبقى مش شرط، يبقى مش سبيسيفيك خالص للليفر، مش زي مثلا الالبومين، يعني الالبومين ده بيتصنع بس في الليفر، فهي حاجه سبيسيفيك للليفر، على عكس ده لا مش سبيسيفيك خالص. ناخد الفات ريليتد. الفات ريليتد اللي هو ايه؟ احنا عندنا الكوليسترول، الكوليسترول من ضمن الحاجات اللي هي بتترمي فين؟ الكوليسترول من ضمن الحاجات اللي هي بتترمي في الزباله، بتترمي مع البايل في الشارع. فلو واحد عنده كوليسترول مثلا عنده المجاري بتاعه اللي بيصرف فيها بايل مقفوله، يبقى ساعتها الكوليسترول مش هيعرف يخرج في البايل فيعلى في السيركيليشن. طيب احنا كده خدنا اللي هو ايه، خدنا اللي هو بيصنع اول حاجه اللي هو البروتين، بيصنع بقى كوجيليشن فاكتور. ايه بيصنع كوجيليشن فاكتور؟ بيصنع كل كوجيليشن فاكتور، احنا عندنا 13 كوجيليشن فاكتور بيصنعهم كلهم ما عدا 8. 8 is out. 8 is out.
بعد كده في حاجه اسمها فيتامين كي ديبندنت فاكتور، اللي هم مين، اللي هي اللي هو الليفر بيصنعهم وتمام زي الفل، بس بيبقى محتاج فيتامين كي عشان يصنعهم معاه، اللي هو مين اسمهم 1772. في حاجه اسمها بروسترومين تايم. يعني ايه بروسترومين تايم؟ البروسترومين تايم دوت اللي هو شايفين، انا كنت البروسترومين تايم ده اللي هو بيبقى برولونجد في حالات الليفر سيلفير اوبستراكت جونس. لا فاهمينا بالراحه، البروسترومين تايم ده اللي هو بتاع الاكسترنسك بصوي. الاكسترنسك بصوي ده بيبقى عباره عن ايه، انا خبطت مثلا اتعورت، فلما اتعورت يبقى انا عملت تيشو انجري. التيشو ده بيقوم جاي مطلع الفاكتور 3، الفاكتور 3 يدخل هي اكتيفيت فاكتور 7، وبعدين يدخل ال7 ده اكتيفيت 10، فيمشي في كومن بصوي ونعمل كواجوليشن ونعمل كلوت عشان نوقف النزيف. احنا هنا في استخدمنا كام فاكتور، استخدمنا 3 واستخدمنا 7، يبقى انا كده استخدمت 2 فاكتورز، عشان كده انا عندي اللي هو التايم بتاعه حرفين، اللي هو اسمه ايه، اسمه بي تي. طيب لو انا دلوقتي ما عنديش فاكتور 7 عشان هو مش بيتصنع، او ما عنديش اللي هو الكو فاكتور، يعني سواء كان مش بيتصنع عشان الليفر نفسها تعبان، او ما عنديش الفيتامين كي، مش انا قلت لك عشان هو يتصنع يبقى الليفر محتاج فيتامين كي، يبقى انا عندي ايه، يبقى انا عندي فيتامين، يبقى انا عندي مش بيتصنع، يا اما سواء كان عشان الليفر بتاعي بايظ، يا اما عشان عندي فيتامين ايه، يا اما عشان عندي فيتامين كي مش موجود. فده هيخلي ايه، فده هيخلي السبعه ده مش موجود. بعد ان فاكتور 7 ده مش موجود، يبقى الوقت بتاع اللي هو البي تي دوت هيطول. خلاص ماشي مفيش مشكله. طب بيقول لك الفيتامين كي كان امبروفز كونديشن اف اوبستراكتيف جونس، هو ده موضوع كبير يعني، بس انا هقوله لكم. بص الفيتامين كي ده من الحاجات اللي هي اسمها فات سولوبل فيتامين. هو الفات سولوبل فيتامين اللي اسمهم ايه، اي ودي واي وكي. قشطه. الاي ودي والاي وكي ده اسمهم فات سولوبل فيتامين. يعني ايه فات سولوبل فيتامين؟ يعني محتاجين بايل يعمل لهم ايمالسيفيكيشن، محتاجين بايل عشان اعمل لهم ابزوربشن. يبقى لو انا ما عنديش بايل مش هعرف اعمل ابزوربشن للاي والدي والاي والكي، يولعوا الثلاثه دول. انا عايزه الكي، الكي مش هعرف امتصه، مش هعرف امتصه، يبقى انا مش هعرف اعمل الفيتامين، مش عارفه اعمل الفاكتورز اللي هم 1972. طيب افرض انا اديت واحد عنده، لقيت البي تي بتاعه برولونج، يبقى عنده مشكله فاكتور 7، وبعدين قمت جايه مدياله فيتامين كي انجكشن. تتوقعوا انا لما اديله فيتامين كي انجكشن، لو العيان ده عيان ليفر هيتحسن ولا مش هيتحسن؟ يعني ايه عيان ليفر برضو؟ يعني الهيباتوسايت بتاعته مضروبه، يعني المصنع اصلا مضروب. تتوقعوا يتحسن ولا ما يتحسنش؟ العيان ده مش هيتحسن. ليه؟ لانه اصلا الاوردي المصنع بتاعه مضروب. لو جبت له عملت له اللي هو مش هيشتغل. طب لو واحد عنده اوبستراكتيف جوندس، يعني هو مش بيمتص فيتامين كي عشان ما عندوش البايل، فانا قمت جايه مدياله فيتامين كي جاهز في الدم، تتوقعوا الحاله هتتحسن ولا مش هتتحسن؟ الحاله هتتحسن، لان المصنع اوريدي موجود، الهيباتوسايت موجوده، بس هي محتاجه بس المدد، محتاجه بس المساعده من الفيتامين كي. فيتامين كي جالها خلاص تشتغل. طب الديتوكس، الديتوكس يعني ايه؟ يعني الليفر بيحاول الحاجات اللي هي الفاي اللي هي الديتوكس قوي، اللي هي التوكسيك قوي، بيحولها الحاجات للتوكسيك، وبالتالي تبقى ايه، تبقى ايزلي اكسكريتد. يعني بيحاول مثلا حاجات اللي هي تبقى مور ووتر سولبل، فتبقى تخرج عن طريق الكدني، وبالتالي مثلا حاجه زي الامونيا مثلا يوريا، وتخرج في اليورين. طيب اللابوراتوري فايندنج بقى في الليفر، بصوا الكلام ان شاء الله هيبقى سهل، يعني قلنا معظم الكلام. يعني مثلا اكيوت هيباتايتس، اكيوت هيباتايتس ده اكيوت ديستراكشن بتاعت الهيباتوسايت، يبقى متوقع ان الانزيمز تبقى في السماء، مش بس عاليه، لا ده في السماء. طيب متوقع ان البيلروبين والنيوروبيلينوجين مالهم؟ قالك الليفر هنا على قد حالاته، على قد حالاته، يبقى هيعلو. طيب بعد كده بيقول لك ايه، خلي بالك الهيباتوسايت برضه، الهيباتايتس برضه، يعني الليفر برضه على قد، يعني هو القلب من صحيح مش هيتاثر، بس الليفر تعبان، يعني برضه في ديستراكشن في الهيباتوسايت. فما تستغربش لما تلاقي مثلا واحد عنده اكيوت هيباتايتس وتلاقي ان هو الجوندس بتاعته، عنده جوندس مثلا وعنده بيلروبين عالي. طيب الالكالين فوسفاتيز، الالكالين فوسفاتيز بيقول لك نورمال او سلايت اليفيتد. والله الالكالين فوسفاتيز احنا قلنا بيعلى مين في حالات لما يكون في مشاكل في البايل، يعني مشاكل في البايل اوبستراكتيف مثلا جوندس ولا حاجه في البايل، كان الكلوي بايل تراكت، او يكون عنده مثلا انفيلتريتيف ليفر ديزيز، فهو ممكن يعلى بس مش قوي، لانه مش ده مكانه. يعني هو الاكيوت هيباتايتس هو حاجه في الهيباتوسايت، فمين بتعلي الانزيمز بتاعه الهيباتوسايت اللي هم الاي ال تي والاي اس تي، الاي ال بي مش بتاعها. طيب الكرونيك اكتيف هيباتايتس، كرونيك اكتيف هيباتايتس، اوعى تتخمي في الكرونيك وتسكت، اكتيف هيباتايتس، فبالتالي هيبقى الموضوع برضو نفس الحكايه زي اللي هي ايه، عنده انزيمز في السماء، عنده بيليروبين برضو الى حد ما عاليه، عنده الكالين فوسفاتيز برضو مارك ما فيش مشكله. طيب الجلوبينز والالبومينز، انت قلتي هنا كرونيك، هل الكرونيك هيتاثر في الالبومين؟ اه ما هو خلاص الثلاثه مش هيغطوني، انا تعبت اكتر من شهر بكتير. طيب الجلوبينز ليه بتقولي جلوبينز بتزيد؟ الحاجات دي انا كنت لما كنا بناخد البطنه برضو استغربت منها، ازاي بتقولي ان في بروتين بيقل الالبومين؟ وانا فاهمه وفاهماك ومقتنعه والدنيا زي الفل، وبعد كده تيجي بعدها تقولي الجلوبيلينز بيعلى.
الجلوبولينز بتعلى عشان الجلوبولينز مش بتتصنع من اللي في الليفر، يعني الجلوبولينز بتتصنع في اماكن تانية غير الليفر. الجلوبولينز دي في جزء منها امينو جلوبولينز، والامينو جلوبولينز بتتصنع في التيكو اندوثيليال سيستم، بتتصنع في بلازما سيلز، فالبيتا ليمفوسايتس. فبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم، الجلوبولينز بتعلى عشان لها مصادر تانية غير الليفر، على عكس الالبومين. الالبومين يا عيني ملوش حاجه غير الليفر، فعشان كده لو الليفر وقع خلاص هو الالبومين هيقع. كمان في الكرونيك اكتف هيباتايتس بيبقى فيه هو عامل شبه الانفلاميشن كده، فبيبقى فيه انتي بوديز كتير قوي في الدم. الانتي بوديز الكتيره في الدم بتعلي الجلوبولينز، بتخلي الجلوبولينز بتاعتك عاليه. طيب السيروزس، السيروزس ده حاجه كرونيك بقى، كرونيك بقى يبقى الانزيمز هتبقى عاليه بس مش قوي. طيب البيليروبين، والله البيليروبين هنا والالكالين فوسيليم ماشي. الامونيا على اساس ان الليفر مش عارف يخلصني منها، ماشي قشطه معاك. البيليروبين هتعلى ليه؟ ما هو خلاص في سيروزس، معنى ان في سيروزس يبقى انا عندي لا إيه، يبقى معنى كده ان هو يبقى اصلا مريض الكبد عنده صفره. طب ليه مريض الكبد عنده صفره؟ عشان الليفر الهيباتوسايت نفسها يعني بيحصل له اما حاجه اسمها هيباتوسيلولار جوندس، الهيباتوسايت نفسها باظت، اما انه يكون عنده مثلا صمد جنين اوبستراكشن بعدها. يعني مثلا لو واحد عنده اوبستراكشن والبايل اللي ركن عنده لفتره طويله قوي هيعمله سيروزس، هيعمله بيليار سيروزس، يعني البايل هي اللي عامله اريتيشن للهيباتوسايت، يبقى بوظت الليفر. فسواء كان ده او سواء كان ده هيبقى عنده بيليروبين عالي، يبقى انا مش يعني مش صدماني ان كلمه بيليروبين عاليه في السيروزس مش صدماني. طب الالبومين هتقل او هتقل؟ طب البروسترومين تايم والبرونومبرت ده احنا بقى شرحناها كتير، يعني احنا قلنا بقى البروسترومين تايم. الكوليسيس بقى اللي هو النص ساعه اللي بعدها ان شاء الله.